نهاية العام، ويا له من عام مليء بالسيسي في الشوارع، حيث شوهد الرجل ذو القوام الفرنسي الممشوق كثيرا في الطرقات هذه السنة. وقد حظي كثير من المواطنين البسطاء بتلك اللحظة التي يظهر فيها أمامهم عفريت العلبة هذا كمارد سحري يحقق الأمنيات. لذا عليك عزيزي المواطن أن تكون مستعدا لهذه اللحظة، أو أن تستدعيها بنفسك إذا ما أردت مقابلته عن طريق الصدفة البحتة. كيف يمكن للمواطن أن يقابل الرئيس صدفة؟ استيقظ مبكرا. لنتخيل سويا أنك تعيش في محافظة القليوبية، وذات صباح استيقظت من نومك مبكرا، فكيف يمكنك القضاء على الملل؟ بالفعل أنا أيضا توقعت ذلك. بكل تأكيد ستصطحب أسرتك اللطيفة لتقييم مستوى صناعة الفلافل في مدينة العالمين السياحية الجميلة، وهناك من الممكن بسهولة أن تقابل الكائن السيسي بالصدفة وبدون ترتيب مسبق على ساحل البحر. أليست فكرة جميلة؟ ربنا يبارك لنا فيك يا ريس. احنا اولادك. اهلا وسهلا. انتوا مين بقى؟ ربنا يبارك لك سعادتك. يا رب يا رب عمر على عمر ان شاء الله. يا لها من مصادفة جميلة وغير متوقعة. ألم أخبرك سابقا يا صديقي أن الاستيقاظ مبكرا سيساعدك على مقابلة ذلك الكائن الفريد؟ حسنا، إليك بقية الوصفة السحرية التي لا تخطئ. توقع مقابلته في هذا اليوم. لا يكفي الاستيقاظ مبكراً أو حتى عدم النوم لمقابلة السيسي، بل يجب عليك أن تتوقع مقابلته بنفسك في اليوم الذي ستراه فيه. لا تتعجب من ذلك، فهذه ليست محاضرة للتنمية الذاتية. إليك ما حدث مع بائع الموز، هذا الذي لم يصدق نفسه عندما شاهد هذا الأصلع أمامه مباشرة. وبصراحة إذا كنت أنا في موقعه لشعرت أكثر بالخوف والقلق. طب أنا أقول عليك على حاجة ورحمة أبويا، لما جيت يوم المطرة شفتك وحياة النبي قلت النهاردة أنا مش هنام وآجي وإن شاء الله هتيجي. تسبب في حادث. من حسن حظنا أن الرجل يملك قلبا حساسا للغاية، إنه يذكرني بسوم العاشق، الأمر الذي يمكننا استغلاله لإجباره على الظهور أينما أردنا. فلن يتطلب الأمر أكثر من تسببك في حادث بسيط، وسيظهر هو من اللاشيء لكي يطمئن بنفسه على حالتك الصحية. يا إلهي، يا له من رجل طيب. ها أنت كويس؟ رجلين عشان كتير خوز يا ابني. المهم أنت كويس؟ تواجد في مناطق الكوارث الطبيعية. كالرجل الوطواط اعتاد السيسي الظهور وقت الأزمات الكبرى كي يقوم بإنقاذ المواطنين من أي خطر داهم يلاحقهم، وهذا تماما ما حدث في أسوان، حيث حظيت هذه الفتاة الجميلة بفرصة الجلوس بجواره. ولأن الأمر كان مفاجئاً وبدون ترتيب مسبق، لم يظهر على وجهها أي ملامح للفرحة الحقيقية الموجودة بالتأكيد بداخلها. لكن إحنا كده كنا جايين، ولو حد منكم بيزور القرى اللي إحنا شغالين فيها، أولادنا وبناتنا وأولاد مصر شغالين فيها. لابد أنها استعانت بنصائحنا واستيقظت مبكراً من أجل لقائه، وهذا ما تسبب في شرود ذهنها بهذه الطريقة. لكن الأمر ليس بهذه البساطة التي يبدو عليها يا صديقي، فمقابلتك للرجل قد تكلفك وقتا أطول من بنطال السيسي هذا. ولكن كي تتمكن من ذلك، إليك بعض النصائح التي عليك أن تأخذ بها حين تقابله. لا تخبره ببلدتك الأصلية. إذا قابلت السيسي صدفة في الشارع أثناء تجولك على قدميك، أو إذا ما قادك القدر أن تتفاجأ بوجوده بجوارك بينما كنت تقود دراجتك الهوائية، فاحذر أن تخبره بالمدينة التي تنتمي إليها أو التي ولدت فيها، حتى لا تكون عرضة للتنمر. يا ولد، خليك دوري يا ابني، المنافة دول أنا عارفهم كويس، لازم تعشمون دول، عارفهم كويس دول. محظوظون هم هؤلاء الذين لا يسكنون في محافظة المنوفية، حيث يمكنهم مقابلة الرجل في أي وقت من دون الاكتراث لهذه الشروط. لكن هل يوجد أمور أخرى عليك أن تحذرها أيضا؟ لا تخبره بدخلك الشهري.
لا تكن مثل صديقنا عامل التوصيل هذا الذي وقع في الفخ وأخبر السيسي على معلومة تعادل في أهميتها عند الرجل القصير أهمية المعلومات العسكرية الهامة، ما عرض راتبه والآلاف من زملائه إلى ضريبة القيمة المضافة. اشتغل ايه؟ تكسب كم في اليوم؟ الساعة 10 جنيه ونص الخدمة. خدمة الدليفري هتخضع لضريبة القيمة المضافة. لا تخبره أنك مدني. إذا ظهر السيسي فجأة في موقع عملك ثم نظرت على كتفيك فلم تجد وشاحا عسكريا يزينهما، فعليك أن تهرب على الفور، لأنك في الأغلب ستتحمل مسؤولية أي شيء خاطئ في موقع العمل وفقا لما يعتقد هذا الرجل. رد عليا. المدني اللي انا المفروض